على مدار عقود طويلة جداً كنا دايماً بنسمع عبارة من أهالينا اللي موجودين في الصعيد، الصعيد المهمش، نظراً لقلة الخدمات والبنية التحتية والمشروعات التي كانت تقام في الجنوب أو في الصعيد. ولكن يمكن الفترة اللي فاتت الدولة المصرية قضت على هذه الأسطورة، زي ما كان بعض الناس بيقولوا، فكرة أن الصعيد مهمش، الصعيد مفيهوش مشروعات، مفيش صرف، مفيش بنية تحتية، مفيش خدمات. بدأت أن هي تدخل ببرامج، برنامج تنمية الصعيد، عندنا كمان مبادرة حياة كريمة بدأت أن هي تطور الحياة هناك، أحدثت المبادرات اللي تمت في الصعيد وفي الجنوب الفترة الأخيرة نقلة نوعية في حياة المصريين هناك وأهالينا هناك في الصعيد. ويمكن ده مش كلامنا احنا، لا ده بالعكس هم اللي لامسين كمان هذا التطور الملحوظ في مختلف المحافظات هناك في الجنوب. في هذا الإطار الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قال إن إجمالي تكلفة المشروعات التنموية في الصعيد اللي تم وجاري كمان تنفيذها من خلال طبعا وزارة الإسكان منذ تولي القيادة السياسية ده من سنة 2014 لحد دلوقتي بلغت تقريبا 63 مليار جنيه، وإنه إجمالي الاستثمارات في محافظات الصعيد موزعة على عدد من القطاعات بينها 13 مليار جنيه في قطاع الإسكان لإنشاء 130,892 وحدة سكنية، بالإضافة إلى 389 مليون جنيه في قطاع تطوير العشوائيات لتطوير 94 منطقة بها 36,869 وحدة سكنية. معانا المهندس عمرو خطاب متحدث وزارة الإسكان. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. يعني عاوزين نعرف كده من حضرتك المراحل وخطوات التطوير اللي تمت الفتره الاخيره حتى الان، ايه اللي تم حتى الان؟ يعني هو طبعا بالنسبه للاستثمارات اللي تم انفاقها في خلال اخر 6 سنوات كما اعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان، يعني من منذ تولي القياده السياسيه وحتى الان، اللي بلغت تكلفتها تقريبا زي ما سيادتك تفضلت في 63 مليار جنيه. الوزارة اشتغلت فيها على 3 مراحل أو 3 محاور رئيسية. المحور الأول ده كان أهم محور عشان يبقى يلمسه المواطن بشكل سريع، اللي هو تطوير المدن في المحافظات القائمة بالفعل. وتاني محور تنفيذ وحدات سكنية ومشروعات خدمية وشبكات طرق عشان تربط المجتمعات العمرانية اللي الوزارة كانت شرعت في تنفيذها بداية من بداية تنفيذ الخطة في 2014. والمحور الثالث وده الأهم اللي الوزارة شغالة بمنتهى القوة واللي بلغ فيه استثمارات، يعني هنقول تفاصيله دلوقتي، اللي هو تطوير مدن جديده. بالاضافه لتطوير المدن القائمه تم انشاء او يعني تدشين والبدء في تنفيذ 8 مدن من الاجيال الجديده، بالاضافه لمدن الجيل السابق اللي كانت موجوده زي بني سويف الجديده واسوان الجديده واسيوط الجديده، تم تنفيذ مدن القائمه بالمدن الجديده في مدن الجيل الرابع. فالوزاره كانت شغاله على 3 محاور: تطوير القائم وتنفيذ خدمات يعني لاهالينا في المحافظات، وفي نفس الوقت تطوير العمران القائم في المدينه بما يتوافق مع رؤيه مصر 2030. احنا عندنا تطوير عشوائيات ده بيتم على مستوى محافظات الجمهوريه في الصعيد، عندنا برنامج تنميه الصعيد وعندنا كمان مبادره حياه كريمه، وحضرتك دلوقتي بتقول لي ان احنا عندنا مدن جديده كمان بيتم اقامتها هناك في بعض محافظات الصعيد. بالضبط كده يا فندم. فيعني على سبيل المثال الخاصه دايما عشان الارقام بتقرب للساده المشاهدين حضرتك، تم انفاق 13.2 مليار جنيه في قطاع الاسكان، تم انشاء بيهم وحدات سكنيه في المدن الجديده وفي المدن القائمه في المحافظات نفسها 130,000 وحده سكنيه تقريبا. ده استلزم تنفيذ مرافق، استلزم تنفيذ شبكه طرق، استلزم تنفيذ خدمات. موضوع العشوائيات تم تطوير حوالي 94 منطقه وده من خلال تنفيذ 389 مليون جنيه. المناطق دي اتطورت وفي نفس الوقت اتبنى وحدات سكنيه بديله للاماكن العشوائيه اللي هي بلغت حوالي 37,000 وحده سكنيه. في نفس الوقت زي ما قلنا عشان انشئ مدن جديده واربطها بمدن قائمه عشان سهوله النقل وسهوله الانتقال وسهوله ومرونه الحركه وتوفير فرص عمل، تم تنفيذ 11.3 مليار جنيه في قطاع الطرق، اتنفذ بيه 900 كيلو طرق قوميه ورئيسيه بخلاف يعني ربط شرق وغرب النيل في مدن الصعيد ومحافظات الصعيد، وفي نفس الوقت تنفيذ شبكه طرق داخليه بالمدن الجديده اللي عملت مرونه ووفرت فرص عمل. وطبعا ده بيخدم القاعات الاقتصاديه الموجوده في كل مدينه من قاعات صناعيه او قاعات تجاريه او خدمات او الى اخره. برضه تم تنفيذ مرافق ب 271 حوالي 271 مشروع توصيل خدمات مياه شرب وصرف صحي، ومش بس كده كمان تم تدعيم شبكات القائمه اللي بتخدم خدمه مياه الشرب والصرف الصحي حوالي 1654 مشروع احلال وتجديد الشبكات اللي تكلف حوالي 3.6 مليار
جنيه بدايه من 2014 لحد حتى الان. بالاضافه لكده علشان طبعا سرعه تنميه المدن دي وخدمه اهالينا في الصعيد، تم انشاء حوالي 400 مشروع خدمي في المدن الجديده في المدن القائمه. عليك يعني وزاره الاسكان شغاله بتنفذ مشروعات سكنيه في المدن الصعيد اللي كانت عندها ازمه في موضوع الاسكان، وفي نفس الوقت بتوصل خدمه مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب النقيه وخدمه الصرف الصحي حفاظا على البيئه للمدن القائمه. وفي نفس الوقت طبعا بدانا مدن الجيل الرابع وكان ليها نصيب كبير جدا حقيقه مدن الصعيد، بنتكلم في النهارده في حوالي 6 مدن موازيه لثمان مدن الجيل القائم. فبالتالي احنا عندنا طب ايه المحافظات المستهدفه؟ يعني احنا شفنا شغل في سوهاج، شفنا شغل في قنا، الاولويه ايه؟ يعني هل اكيد في اولويه؟ يعني كان في الاول اتعمل دراسه يعني المحافظات الاكثر احتياجا زي محافظه قنا، وعندنا محافظه اسيوط وبرضه محافظه اسوان، في محافظات كانت فيها اكثر احتياجا للخدمات. محافظه قنا كان عندها قصور شديد جدا في موضوع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وما زلنا شغالين على الخطه في الكرة. وفي نفس الوقت برضه المدن الجديده اللي بتنفذ حاليا الحقيقه خدمت الناس بشكل كبير جدا، وادت فرصه كبيره جدا الناس تنتقل تعيش في مدن حضاريه فيها خدمات ذكيه وفيها خدمات وفيها سرق وفيها شبكات طرق وخدمات تعليم، وده الاهم ان يكون في مدينه جديده فيها كل الخدمات التعليميه والصحيه والشرطيه والتامينيه. وفي نفس الوقت عندنا برضه مدن زي مدينه بني سويف، عندنا برضه مدينه بني سويف كان في مدينه حقيقه كانت من المدن الناجحه جدا، وده اللي خلى برضه فرصه كبيره جدا الناس تنتقل تعيش في المكان هناك. الحقيقه طبقا للدراسه كان في مدن اكثر احتياجا، ودي اللي بدانا بيها زي قلنا قنا واسيوط، وفي مدن حاليا بيتم تنميتها بشكل كبير جدا، بالاضافه طبعا لمشروع حضرتك تفضلت عليه يعني الحكومه مهتمة بيه بشكل كبير جدا، مشروع حياه كريمه واللي يعني مبادره حياه كريمه نموذج يعني المبادره دي حقيقه نموذج لتضافر كل جهود الدوله، يعني كل وزارات الحقيقه مشتركه فيه، وزاره الاسكان بتقوم فيها بدور كويس جدا بالنسبه لخدمات القطاع الخاص الصحي والمجتمع المدني بشكل كبير، المجتمع المدني بشكل كبير وبشكل منظم الحقيقه. يعني كان المجتمع المدني بشكل كبير الفتره يعني الاخيره كان بيقوم بمجهود كويس، ولكن المجهود ده لما اتجمع وبقى بشكل منظم بقى بيوصل اكتر واسرع للمواطن. ما ده اللي كان ناقص، بس انه يكون في شكل منظم اكتر لشكل التعاون بين القطاع الخاص المجتمع المدني مثلث التنميه بالشكل عام، فده اللي احنا شفناه من خلال مبادره حياه كريمه. طيب ايه اللي هيتم الفتره الجايه في الصعيد؟ احنا عندنا طبعا حضرتك يعني لو احنا في خلال عام 2020 بس تم اصدار نوعين من الاعلانات الاسكان الاجتماعي واسكان متوسط الدخل في مدن الصعيد، وكان الحقيقه في اقبال كبير. عايز اقول لحضرتك ان الاول الاعلان رقم 13 اللي تم اصداره في عام 2020 كان حوالي 8 مدن في الصعيد، الاعلان كان في 10 محافظات منهم 10 محافظات منهم 8 محافظات من العشرة كانوا في مدن الصعيد، فالحقيقه كان في اقبال كويس جدا شغالين عليه، بيتبع بشكل كويس جدا علشان توفير السكن لكل المصريين الموجودين في محافظات الصعيد. وفي نفس الوقت حاليا برضو الوزاره شغاله بشكل كبير جدا على تنميه خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في قرى الصعيد اللي كانت محرومه قبل كده من الخدمات دي لعقود طويله، وزي ما حضرتك قلت كان في نوع من التهميش بشكل كبير جدا، والمواطن يعني في اهالينا في الصعيد كانوا بيشتكوا بشكل كبير جدا، وده له انعكاس كبير جدا الحقيقه على البيئه وعلى صحه المواطن، اللي هو عدم وصول مياه نظيفه او وصول خدمه الصرف الصحي للمواطن هناك كانت بتسبب ازمات كبيره جدا. بالاضافه لكده التنميه العمرانيه اللي بتحصل في المدن الجيل الرابع اللي بيتم تنفيذها هناك الحقيقه هتبقى ليها تاثير كبير جدا على المواطن في اهالينا في الصعيد، وفي نفس الوقت توفير فرص عمل جديده، توفير فرص جذب لانشطه عمرانيه، انشطه تجاريه اللي بيوفر فرص عمل لاهالينا في الصعيد، وفي نفس الوقت الانشطه التعليميه الحقيقه يعني فيها طفره كبيره الفتره الاخيره. بالاضافه يعني احنا بنتكلم في حوالي اقل من 4 سنين حصل تنفيذ 4 مناطق صناعيه في المدن الصعيد. تمام. ان شاء الله يعني هيكون له تاثير كبير جدا الفتره الجايه باذن الله. كل توفيق، شكرا لحضرتك المهندس عمرو الخطاب متحدث وزاره الاسكان، شكرا ليك يا فندم.